سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما طلعت شمس وما بزغ البدر. سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت له الأدمع الحمر. جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر. رأته ونادت: يا ابن أمي ووالدي، لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر. السلام على جبل الصبر زينب أخت الحسين، السلام عليك سيدتي ما دجى الليل وغسق وأضاء النهار وأشرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي المشاهدين، عظم الله لنا ولكم الأجر بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. نتحدث عن جبل شامخ وطود من أطواد كربلاء، زينب شريكة الحسين التي رأت ما رآه الحسين وزيادة. نتحدث عنها ببعد عاشوراء وبعد اليوم، زينب عاشوراء وزينب اليوم. نتحدث أولا عن زينب حيث وصلت إلى عاشوراء مع الحسين، هذا ما سيحدثنا عنه فضيلة الشيخ جلال الدين الصغير. أجمل ترحيب لكم والتعازي لكم، والتعازي والترحيب موصول لضيفي سماحة الشيخ، حياكم الله شيخنا، عظم الله لنا ولكم الأجر. أصبحت زينب في عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على سيدتي وملاتي الحوراء زينب. زينب قصة أمة بكاملها، ولا يمكن أن الزمن أن يستوعب هذه القصة. زينب في طبيعتها صلوات الله وسلامه عليها استطاعت أن تحدد معالم عاشوراء، واستطاعت أن تنقل هذه المعالم إلى التاريخ بأجمعه. لولا دورها الله وحده يعلم ما الذي سيحصل لقضية عاشوراء. في طبيعة ما جرى على الحوراء هناك عدة محطات يجب التوقف. بادئ ذي بدء لا بد من أن ننظر إلى ذلك المجتمع الذي كان يستضعف المرأة ولا يرى للمرأة مجالا في أن تكون قائدة أو أن تكون صاحبة مشروع يمتد عبر التاريخ بهذا المصدر. لكن من خلال نموذج الحوراء صلوات الله وسلامه عليها، والتي أتمت به مشروع أمها الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، وهو إدامة لمشروع جدتها خديجة الكبرى صلوات الله عليها. هذا المشروع هو نصرة الإمامة والنبوة وإبقاء الأمة في هذا الخط، وعدم السماح لأي حالة انحراف أو حالة ضلال عن أن تأخذ الأمة من معالم النبوة ومن معالم الإمامة. بطبيعة الحال من يريد أن يطلع بمهمة من هذا القبيل عليه أن يكون له حجمه من الصبر، وحجمه من الإباء، وحجمه من الفدائية بما يتناسب مع عظم هذا المشروع. وأحسب أن الحوراء زينب استوفت كل الشروط، بل تعدت حتى هذا الأمر، وضربت مثلا في الصبر بالشكل الذي يمكن أن تكون أكبر من كونها أسوة وقدوة في هذا المجال. بل كلمة الأسوة والقدوة حقيقة تتواضع جدا عند موقف المواقف الحوراء زينب صلوات الله وسلامه. وللحق على التاريخ أن يقف مندهشا أمام طبيعة هذه الامرأة. امرأة قتل كل من له معزة خاصة بها، قتل ولدها أو ولديها وفق اختلاف الروايات، قتل إخوانها أولاد أخوتها، وفضلا عن أن يكون الإمام المعصوم
يقتل وهي تنظر، تنظر إلى حقد لا يمكن أن يوصف عبر التاريخ. قد نجد في قتل الحسين ما يمكن أن يماثله في معارك متعددة، الرجال يقتلون في المعارك، لكن ما رأته مع ما جرى على عبد الله الرضيع صلوات الله وسلامه عليها، أو ما نراه، أو في حالة الحقد على علي الأكبر، أو في حالة الحقد على السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها، أو ما جرى على الحسين بعد قتله بأبي وأمي، لا يمكن أن يفسر الأمر بموازنات معركة أو بموازنات سياسة، وإنما الأمر أبعد بكثير من هذه الأمور، بحيث ربما لا أبالغ لو قلت بأن البشرية لم تعهد حقدا أسودا بهذا المستوى. قد تحتاج في المعركة إلى أن تقتل، والمعارك هي هذه طبيعتها، ولكن ما هو الميزان العسكري لكي يقتل عبد الله الرضيع لمجرد أن يسقى ببضع قطرات من الماء؟ ما هي حجم البشرية في شخصية يزيد ابن معاوية لعنة الله عليه، بحيث أن طفلة تريد أن ترى أباها فيقدم لها رأسه المنحور بهذه الطريقة وبهذه الشاكلة؟ قتلتم علي الأكبر، لماذا يقطع قطعة قطعة ويبضع جسده بهذه الطريقة؟ قتلتم الحسين عليه السلام، لماذا الخيول الأعوجية هي التي تؤمر بأن تدوس صدره وأن ترض أضلاعه بأبي وأمي؟ لا يوجد تفسير، وكل هذا يجري أمام ناظر سيدي. هذا الكلام هو أن الشاهد على هذا الأمر هو الحوراء صلوات الله. البعض قد لا يطيق سماع المقتل حقيقة، أو قد ينهار لمجرد استماع ما جرى في عاشوراء. كيف زينب الحوراء بأبي وأمي؟ أنا لماذا ذكرت هذه النماذج؟ وفي كربلاء هناك فظائع، لكن طريقة الوصل مع عائلة الحسين للإخبار بهذه القضية كانت هي الحوراء، يعني هي الشاهدة على ما جرى على عبد الله الرضيع، لم تكن أمه شاهدة، هي الشاهدة على ما جرى على السيدة رقية، أيضا لم تكن أمها شاهدة. لذلك يقال أن زينب رأت ما رآه الحسين وزيادة. على أي حال، الغرابة هنا يمكن افتراض أن النساء يتعرضن إلى مصائب، لكن أن تكون مصابة وفي نفس الوقت حافظة لجنانها وحافظة لاتزانها ولوقارها، هذه مسألة يجب أن يقف عندها الإنسان كثيرا. بل وتبدع، وأن تكون حافظة لجنانها رغم كل هذه المصائب، وتدير أمرا هو من العسر بمكان أن يديره أكابر الرجال. من الذي يستطيع أن يتحمل سبي مع مهمة حفظ الأطفال، مع حفظ حياء العائلة ووقار العائلة وسمعة العائلة وما إلى ذلك، في ذلك المشهد الذي رأينا فيه أن القوم كانت لهم من الغلظة والوحشية بالشكل الذي جردوا حتى الأطفال من حلقات آذانهم بطريقة الجر وليس بطريقة الخلع أو ما إلى ذلك؟ هذه كانت هي وحشيتهم. كيف تعاملت مع أطفال مذعورة تارة بالأعداء وأخرى بالنيران، وثالثة من المصير المجهول الذي يتهددهم؟ كل هذه الأمور علاوة على كلها، هناك مسؤولية الحفاظ على الإمام زين العابدين عليه السلام، والحفاظ على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليهما. هذه المسألة ليست مسألة معتادة. فإذا ما أضفنا إلى كل ذلك أن الذل لم يتطرق إليها أبدا، ولم تبدي أي مقدار من شماتة، بل بالعكس من ذلك، حينما تجد أن عبيد الله في عنفوان
غروره وفي عنفوان جبروته، ويتصور أنه قد ملك الخافقين وأمامه امرأة. ما تصنع؟ ما الذي يمكن لها تحسن أن تفعل بعد أن قتل وجزر أبطال بني هاشم، وما عرف أنه أمام رافد من روافد علي بن أبي طالب؟ حقيقة كلما أتأمل في قوليها بأبي وأمي ما رأيت إلا جميلة، أوفكت كيدك وسع سعيك وناصب جهدك في هذين المقطعين، ما فيه كفاية ليبرهن على طبيعة شموخ هذه السيدة العظيمة. حقيقة كلمة سيدة أيضا لا أجد لها استحقاق لكي تتشرف بأن تلتصق به مثل الصديقة الحوراء زينب صلوات الله عليها، ولكن بالنتيجة هذه أسماء. لكن كل هذه المعاني وكل هذه المعالم، هناك موقف يفترض أن يرى بعين فاحصة. وصلت السبايا، مسيرة السبايا إلى المدينة المنورة، وصلوا إلى المدينة قرابة المغرب. بطبيعة العائدين من سبي ومن معركة خاسرة بالموازين العسكرية، أن يسمعوا كلمات الشامتين أو أن يتعرضوا إلى الكثير، خاصة بعد الذي رأته في مسيرة كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام وما إلى ذلك. هنا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أمر القافلة ألا تدخل المدينة، وهذه حنكة وحنكة مستغربة جدا. يفترض أن مثل هؤلاء يتلفعون بستار الليل ويدخلون بعيدا عن أنظار الناس وما إلى ذلك، لكن هنا تأييد الحوراء زينب إلى هذا الموقف، ومن ثم عملها بمقتضيات هذا الموقف. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أمر بشر ابن حدلم، قال له يا بشر إن أباك كان شاعرا، فهل أنت بشاعر؟ قال له بلى يا ابن رسول الله. قال إذن اذهب وانع الحسين. متى؟ بعد أن أشرقت الشمس. يعني أرادوا دخولا في عز حضور المجتمع المديني، وهذا الأمر هو بحد ذاته مستغرب. يفترض أن يعني يمرون بطريقة لا يراهم أحد، لكن أبى الإمام إلا أن يأخذ حرائر الرسالة أمام أعين الناس. بشر هنا لعب دورا في غاية الأهمية بندائه يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، ولم يقل أهل المدينة. هذا الكلام ما كان لأحد أن يقوله لأهل يثرب. من الذي يتجرأ ويقول لهم بأنكم لا شرافة لكم في إقامتكم في المدينة؟ من الذي يبتزهم هذا العز أو يأخذ منهم هذا العز؟ ما الذي جرى يا بشر؟ قال لهم إن الخبر في المسجد. لم يقل قتل الحسين إلا في داخل المسجد حينما تجمهر الناس وتجمع. استفز عواطف الناس، أعصاب الناس، وأخرجهم إلى المسجد. هناك عندئذ كان ثمة موقف للإمام زين العابدين وثمة موقف للحوراء. ما دام أن الموقف للحوراء، هنا أشير إلى كلمة تمر على ألسن الخطباء ولكن قد لا يلتفت إليها. حينما أمرت بأبي وأمي أن لا يدخل عليهم إلا مسبية أو أم ولد، هذا الكلام معناها أن كل نساء المدينة من أعاظم الصحابة ونسائهم وما إلى ذلك، ممن لهم شرافة اجتماعية وممن لهم بروز اجتماعي، ممنوع دخولهم إلى بيت الحوراء زينب. وليش؟ وهذا الكلام لابد أن يتساءل لماذا قالت بمثل هذا الكلام. بس البعض يفسرها أنه حتى يحسون بأنه المسبيات يحسن بحال المسبيات، هم الأولاد أيضا يحسون بحال من قتل وليدها أو ما إلى ذلك. لكن ما هو أعظم من ذلك هو إعلان مشروع أو إطلاق مشروع تأثيم المجتمع على خذلان الحسين عليه السلام. هؤلاء النسوة اللاتي منعنا
من دخول بيت أمير المؤمنين وبيت الحسين عليه السلام هو نفسه وعين موقف الصديقة الحوراء حينما أمرت بأن لا يصلى عليها من ظلمها ومن اشترك بظلامتها. ولو لاحظنا أن أمير المؤمنين منع كل المسلمين ما عدا بضعة قليلة جدا، كانت هي عبارة عن أبو ذر وعمار وسلمان والمقداد، وهذه الصفوة التي اشتركت والعباس ابن عبد المطلب وما إلى ذلك. أما البقية كلهم عرضوا إلى حالة التأثيم لطبيعة الخذلان الذي لأنهم خذلوا الإمام. وعملية الخذلان من بعد ذلك ستجر أسئلة وستطرح وتحتاج إلى إجابات، ما الذي سيقولونه؟ لماذا قتل؟ سيأتي الكلام، لماذا قتل الحسين؟ لماذا سويت حرائره؟ لماذا ظلموا بهذه الطريقة؟ عشرات الأسئلة ستنطلق، وهي في حد ذاتها كافية للتأسيس لمدرسة وعي جديدة في الواقع الاجتماعي. حقيقة هنا الدور الذي لعبه الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ودور الحوراء في قضية البكاء، في قضية التذكير بما جرى وما إلى ذلك، يجب أن لا ينصرف الذهن إلى الصورة الأولى في القضية. يعني حينما أجد أن الإمام زين العابدين عليه السلام يدخل إلى سوق القصابين، وليس في طبيعة الأئمة أن يدخلوا إلى الأسواق، يدخل إلى سوق القصابين فيسمع، يعني كأنه نزل للقواعد الشعبية، فيسمع هنا تعمد لرسم مشهد، ومشهد له رسمه القاسي جدا على العاطفة الاجتماعية. وأقول أن الأمر ليس في الصورة الأولى، لابد أن ندخل إلى خلفيات هذه الصور لكي نستجلي لماذا فعل ذلك. حينما يسمع أن القصاب يقول لغلامه هل سقيت الكبش ماء، وعندئذ يستغل الحدث ويعلي بصوته باكيا ناحبا على أبيه الحسين، لماذا؟ يعقد مقارنة، أنتم معاشر القصابين لا تذبحون أكباشكم حتى تسقونه ماء، ثم يلتفت إلى الحسين عليه السلام ليذكر بأن هذه الأمة التي تنتسب لرسول الله ذبحت ابن بنت رسول الله، أين؟ ليس في الصحراء وإنما على شاطئ الفرات. هذه المسألة ستطرح من بعدها بعدا كبيرا لمظلومية خلطت مع الدموع، خلطت مع الأحزان، لكن أوجدت وعيا تقدم شيئا فشيئا. وللمشاهد التاريخي أن يتساءل لماذا سليمان ابن صرد الخزاعي تقدم بثورة انتحارية بالطريقة التي تقدم بها بعد مدة وجيزة جدا من ثورة التوابين، أو لماذا المختار ابن أبي عبيدة؟ هو نتاج لهذا السيناريو الذي حاكته السيدة زينب والإمام زين العابدين عليه السلام. يعني أنت انظر إلى الواقع، يعني من الذي يقول لطغاة ذلك الزمن فكد كيدك وسع سعيك، أو من الذي يقول لابن مرجانة ثكلتك أمك يا ابن مرجانة، أو تهدد يزيد وما يومك إلا عدد وما جمعك إلا هذا الكلام في زمن خوف ورعب، وما استطاعت أن تحطم هذا الأمر، واستطاعت أن تمزق يعني الأسوار اللي حاول الأمويون أن يسوروا أنفسهم بها من خلال هو الرعب والخوف. هذا الكلام سمحت شيخ، الكلام أن بني أمية يستندون على دولة كبيرة هي امتداد لهم وهم وجه لتلك الدولة، كما نشاهد اليوم في واقعنا. هذه الدولة لها ما لها. هنا هم في قتل الحسين بهذه الطريقة أرادوا أن ينشروا جدارا من الرعب، بل سقفا من الرعب يهيمن على الأمة بحيث لا يتنفس أي لا يجرؤ أحد أن يتقدم. وإذا بزينب الحوراء لا يعدو إلا مسافة الوصول إلى الكوفة لتعلن عن موقف تلو الآخر، لو قرئ خطاب الحوراء آنذاك سوف نقرأ خطاب الحوراء سنعلم بأنها استطاعت، أنا بس أقل من دقيقة، استطاعت أن تمزق هذه الهالة، ولذلك اضطر
يزيد ابن معاوية أن يلعن عبيد الله ابن زياد على ما ورطه بقضية لم يحسب لها هذا الحساب. شكرا سماحة الشيخ، نواصل الحديث عن هذه الشخصية وعن هذا الموقف المهدد لدولة مثل دولة بني أمية بذاك العمق إن شاء الله، بعد أن نذهب إلى فاصل قصير. نعود إليكم أحبتي، الحديث سوف يأخذ طابعا آخرا، نجر تلك الحادثة إلى الواقع، لا سيما نطرح الشبهة التي تطرح أن هناك تقييد من قبل الإسلاميين للنساء، ولا يمكن للمرأة في ظل وجود الإسلاميين أن تأخذ الحرية الكافية لقيادة أو لريادة. أحبتي نواصل هذه الرحلة بعد فاصل قصير، ابقوا معي. حياكم الله أحبتي من جديد، أهلا ومرحبا بكم. ذاك الشموخ العلوي الحسيني زينب وقفت أمام طاغية زمانها وقالت له مهددة: أظن أنت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، فشمخت بأنفك ونظرت بعطفك جذلانا مسرورا، فلما صفى لنا لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تصف جهلا أنسيت قول الله فينا، إلى آخر خطبتها حيث تتوعد وتهدد يزيد. هذا الشموخ العلوي حطم هيبة بني أمية. سوف نبحث هذا الموضوع وغيره في هذا المقطع من هذه الحلقة. يحدثنا أكثر فضيلة الشيخ جلال الدين الصغير، حياكم الله وعظم الله أجوركم، وحياك الله فضيلة الشيخ وعظم الله لك الأجر مرة أخرى. دولة بني أمية لها امتداد وعمق، وهناك دولة كبرى عظمى في المنطقة مهيمنة تدعم دولة بني أمية لخرق الإسلام من الداخل، وقفت زينب لتحطم هذا الصنم، كيف تقرؤون هذه المواقف؟ دعوني قبل ذلك أن أشير إلى هذه القضية، لماذا حرص الإسلام أن يقدم مثل الحوراء زينب كأسوة وك قدوة للمجتمع؟ لو راجعنا النساء اللاتي قدمن كأسوة إلى المجتمع إلى التاريخ، سنجد قامات كبرى: مريم في عفافها، خديجة الكبرى في إخلاصها وتفانيها، آسيا، فاطمة الزهراء، آسيا بنت مزاحم، والحوراء زينب، السيدة سكينة، السيدة رقية. لماذا اجتهد الإسلام أن يقدم مثل هذه النماذج في الوقت الذي اجتهدت الحضارة المعاصرة في أن تقدم نماذج هن كمغنيات أو ممثلات ممن يقدمن اللهو والعبث والخيال إلى المجتمع؟ ما الفارق ما بين الاثنين في الوقت الذي تقدم هذه الحضارة مارلين مارو أو مادونا أو أمثال هذه اللواتي اللاتي قدمنا خيالا أو عبثا أو لهوا إلى المجتمع، وقدمنا بعنوانهن هن الصورة التي يجب هن أن القدوة والأسوة تتأسى بها المرأة. لماذا قدم الإسلام صورة صمود الحوراء زينب، عزة وطهارة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وما إلى ذلك؟ هذا أمر علينا أن نقف عنده. بالإضافة إلى ذلك، هل أن حديثنا عن جبل الصبر المعاصر، حديثنا عن أن زينب لن تسبى مرتين، حديثنا عن أننا لن نترك الطف كما تركه الذين من قبل، هل نريد أن نعقد مقارنة لإرجاع التاريخ، أم نريد أن نجدد عهدا مع قيم ومع مبادئ ومع مواقف نريد أن نعيد تجليتها وتجسيدها في واقعنا، لأن واقعنا يحتاج إلى مثل هذه المواقف؟ لا شك أن يزيد انتهى بنهاية تاريخه،
وعمر ابن سعد، عبيد الله ابن زياد، وكل قتلة الحسين. لماذا نؤكد اللهم لعن الأمة التي قتلت الحسين عليه السلام؟ من الذي قتل الحسين؟ لماذا لازلنا نطالب بثارات الحسين؟ نثاره من من ومع من؟ هنا على الحسينيين وعلى الزينبيات أن يقفوا عند هذه الأسئلة وقفة جادة ومسؤولة، لأن هذه الأسئلة توضح المنهاج والطريق، يعني تحدد لنا حقيقة الانتساب إلى الحسين عليه السلام. الانتساب إلى الحسين في ظاهره هو دمعة، هو لطمة، هو كل هذه الشعائر، ولكن في جوهره وفي متنه هو قيم الحسين كيف تتجلى، كيف يمكن لهيئات من الذلة أن تترسخ في الواقع الاجتماعي، كيف يمكن لمن مثلي لا يبايع مثله أن تتواجد في عموم أو تشرف على الوضع السياسي لهذه الأمة، كيف يمكن للنفسية التي تنظر بعين التعاطف مع العباس عليه السلام حينما يقول يا نفس من بعد الحسين هوني، كيف يمكن لأنفسنا حينما نريد أن نقول لبيك يا عباس، لبيك يا عباس ماذا؟ حتى ماذا؟ هل عباس سيخرج لنا ويقول لنا أريد منكم هذا الأمر؟ أم علينا أن نستجلي هذه المواقف ونعمل إلى إيجاد هذه النفس التي ترفض أي معنى من معاني أنانيتها لكي تحافظ على مبدئيتها وعلى عقيدتها؟ بالإضافة إلى أن معسكر الحسين إذا كنا نعتقد بأنه لا زال يطلب ناصرا كما ندعي ألا من ناصر ينصرنا وما إلى ذلك، هذا الناصر ناصر ضد من؟ ضد عدو. إذا كان العدو التاريخي قد ولى، لكن المدرسة التي قتلت الحسين هل لا زالت موجودة لحد الآن؟ القيم التي قتلت الحسين، السلوكيات التي قتلت الحسين، الأنانيات، الطغيان، التفرعن أو ما إلى ذلك، هل لا زال في واقعنا الاجتماعي؟ إذا كان لا زال في واقعنا الاجتماعي، سواء تجلى بصورة أمريكا أو صورة إسرائيل أو صورة منافقي الخليج أو ما إلى ذلك، كل هؤلاء أو حتى منافقي الداخل ومفسدي وما إلى ذلك، كل هؤلاء يجب أن يتموضعوا في نفس الموضع الذي يوضع فيه الذين أسسوا لظلم آل محمد، لأنه من اليقين أن هذه المدرسة لو بقيت وأن الحسين بأبي وأمي لو رجع عندئذ سيفعلون به مثل ما فعل الأوائل. هؤلاء وإن اختلفت أزمانهم لكن نزوعهم إلى الظلم والجور، نزوعهم إلى الطغيان هو عين ما كان يوجد لدى يزيد ابن معاوية ولدى معاوية ولدى المتآمرين الذين تآمروا على الأمن الاجتماعي لعموم التاريخ. لذلك هنا علينا أن، وأنا هنا أناشد أخواني الأعزاء الحسينيين أو الأخوات الزينبيات حفظهم الله تعالى في أن يفكروا في عاشوراء هذا، من الذي يمكن له أن يترجم أو يجسد كلمة لبيك يا حسين أو أبد والله ما ننسى حسين؟ هل المطلوب هو إبقاء الحسين في الذاكرة أم تحويل هذه الذاكرة إلى فعل اجتماعي، تحويلها إلى سلوك اجتماعي أو ما إلى ذلك؟ يجب علينا أن لا نتوقف عند الصورة الأولى التي قدمها أئمة الهدى جي. على سبيل المثال حينما يقول الإمام الصادق عليه السلام من بكى مقدار جناح بعوضة، الإمام الحسين يبكى مثل الحسين يبكى بأكثر من ذلك، لكن هل المطلوب هو البكاء بحد ذاته؟ هل نبكي من أجل البكاء؟ هل نلطم من أجل اللطم؟ هل نشارك بالشعائر من أجل الشعائر؟ أم من أجل الأهداف التي أرادها أئمة الهدى والتي تتمحور بالعودة إلى حالة التذكير بمصاب الحسين من أجل إما إشعار الأمة بالخذلان الذي جرى
حتى لا يتكرر المشهد، وإما بالتنبيه على طبيعة المظالم حتى لا يترك الظالم لحاله. الحسين أو لتهيئة الأمة أن إذا ما ظهر الحسين هو نفس الأمر، فلا بد أنك أيها الأمة تكونين على مستوى من الاستعداد بحيث إذا ظهر الإمام الحسين نادى هل من ناصر ترجع الأمة لتنصر. نفس القضية، أن الظالم يبقى ظالما سواء كان في سنة 60 للهجرة أو كان في سنة 1444، وسيبقى أيضا إلى آخر أيام فرج الإمام صلوات الله وسلامه، سيبقى الظالم يمارس ظلمه. لكن إن لم يكن هناك من يكسر هذا الطوق، ومن لا يبالي بالخوف أوقع الموت علينا أم وقعنا على الموت، هذا المنطق منطق عاشوراء يجب أن يتجسد في أوضاعنا الآن. ماذا يعني أن تهددنا أمريكا؟ ماذا يعني أن تهددنا إسرائيل؟ هي روح واحدة، سبق لمثل هذه الروح أن أخذت بأتفه الأمور، أناس في الملهى يموتون، في المجاري يموتون، في الفيضانات يموتون ولا يذكرهم ذاكر. ما أحلى أن يموت الإنسان على طريقة أبي عبد الله، هيهات من الذلة. بهذا المنطق ألا أن الدعي ابن الدعي قد ركز بين السلة والذلة. هذا المنطق حينما نخير إما إذلالكم وإما أن تقتلون، لا يمكن للإنسان الذي ينتمي إلى أبي عبد الله إلا أن يكون أبيا. نحن نعبر عن شيخ عفوا هنا لابد من المقاطعة، عذرا، هناك من يقول إحنا نريد نجر القصة الحسينية إلى الواقع، هناك من يقول إحنا خلنا نسلم ونطبع ونعيش كما يعيش منافقي الخليج برفاهية وسعادة وكذا، مجرد أنه نطبع. هل هذا الكلام هو حتى جواب؟ حتى ماذا يحصل الآن؟ مصر طبعت، هل عاشوا مثل الخليج؟ طبعت أوائل الدول التي طبعت هي مصر، وأعطوها من الوعود ما أغرقها في الآمال والخيالات، ولكن ماذا وهي على الآن على مشارف الإفلاس؟ هي مفلسة أساساً، هي دولة مستعطية ودولة مستجدية. الأردن طبع مع إسرائيل مع الصهاينة، ما الذي جنوا؟ هناك قصة لطيفة يعني يقول ليها أحد مسؤولي الأردن، يقول في السنة الفلانية رئيس المخابرات الأردني أبلغ الملك حسين بأن هناك مجموعة تريد أن تنقلب، تريد أن تعمل انقلاب. قال له في اليوم الذي يريدون أن ينقلبوا ذكرني، يعني يمارس عملية الانقلاب. يقول قلت له، يعني قال له بأن الجماعة موجودين في المكان الفلاني مجتمعين، ركب سيارة ملك حسين وذهب إليه. قال لهم أنا أدري بأنه أنتم عندكم انقلاب وكذا، أنا جيت، لكن أنا أقول لكم شيء، إذا شفتوا من لديه قدرة على الاستجداء أكثر مني قدموا. عجيب. هذه الدول بهذه الطريقة، هذه الدول التي طبعت. يعني لذلك نحن يجب أن لا نخدع لمجرد أنهم قالوا، لا يعني أنهم سيفعلون. هم وعدوا العراق بأن يتحول إلى جنة، ما الذي فعلوه بالعراق؟ حولوه إلى دمار. وكل هذه التناقضات التي تراها إنما هي في أسسها وفي أساسها صنيعة ما أرادوا هم. كل مشروعهم كان يفترض أنهم سيبدلون صدام المجرم بصدام آخر أكثر عدالة، أكثر عدالة من الذي سبق، لكنهم وجدوا أن حسابات البيدر لم تتوافق مع حسابات الحق، وجدوا مقاومة، وجدوا إباء، وجدوا ممانعة. صحيح أن هذه الممانعة وهذا الإباء فيه تعب، ولكن هذا التعب سندفعه شئنا أم أبينا في كل الأحوال، سواء استسلمنا. الذين استسلموا لعبيد الله بن زياد ما الذي حصلوا عليه؟ حصلوا على الحجاج ابن يوسف الثقفي، المكافأة كانت لهم أن أتوا بالحجاج ابن يوسف الثقفي الذي أشبعهم ذلا وأشبعهم دمارا. ومن بعد الحجاج أيضا توالت عليهم الأمور بالطريقة التي، لذلك يجب أن لا نخدع، ويجب أن لا تمر علينا نحن
مدرسة وربينا في إطار محدد. هذا الإطار لو نظرنا إليه بواقعية وبعمق لن نجد فيه معاني الاستسلام. يعني حينما أسمع أن الإمام الحسين ينادي هيهات منا الذلة، والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله قيض لعباده كل شيء حتى لا يقعون في الحرج إلا أن يذل الإنسان نفسه، عندئذ ما الذي أفعل؟ هل أذل نفسي من أجل أن أأكل يومين 13 15 ومن بعد ذلك ما الذي سيحصل؟ سأتيح المجال لأولادي أن يتطبعوا مع ثقافة المثلية الجنسية مثلا، أو لأتيح المجال للمجتمع أن يكون شبابه عابثا وعدميا بالشكل الذي يمكن أن يدمر نفسه وبلده بنفسه. هذه العلمانية الآن ما الذي تنتجه؟ العلمانية التي يريدها الغرب منا قدمت للعالم أعظم الحروب التي مرت به، من معارك نابليون إلى معارك الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثالثة، ومن قبلها ثورة قتل الهنود الحمر وتجارة العبيد، كلها علمانية كانت، كلها الثقافة العلمانية هي التي قدمتها. قدمت هيروشيما. والآن الذي يجري في أوروبا وما يتهدد به الأمن العالمي والغذاء العالمي إنما هو صناعة من؟ العلمانية. صناعة هؤلاء الذين يقولون بأنكم ستأكلون من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم، وهم كذابون. العراق تحت سلطة الأمريكيين منذ سنة 1958، منذ الانقلاب الذي حصل كان الأمريكيون قد أخذوا السلطة من البريطانيين يوم ذاك. جيد. لكن ما الذي قدموا لهذا العراق؟ العراق بلد كان يسمى بالوادي الخصيب، ما الذي بقى من هذا الوادي؟ ما الذي جنينا من هذا الوادي؟ في كل يوم هناك تراجع، قسم منه بأيدينا وقسم منه بأيدي سياسات أعلى من أوضاعنا أدت بالنتيجة إلى سماحة الشيخ. نعود للسيدة زينب سلام الله عليها. لعل الإشكال الأبرز الذي يوجه إلى الإسلاميين أنكم تقصون المرأة من المواقع السيادية والقيادية والريادية، وتجعلون المرأة حبيسة 4 جدران، والمهمة الأساسية اللي هي تربية الأولاد والطبخ. أولاً لا يوجد يعني من يخرج الحوراء زينب وبناته إلى معركة، كان الأولى به أن يبقيها في البيوت من أجل الطبخ وما إلى ذلك. لكن حينما تحتاج الأمة إلى وعي، وهذا الوعي يحتاج إلى صوت امرأة بما يكتنف هذا الصوت من شجر، بما يكتنف هذا الصوت من إثارات عاطفية ووجدانية ومعنوية، حينما يوظف هذا الصوت وهذا الموقف الذي لا يمكن قطعاً لمئات من الرجال بل لآلاف من الرجال أن يتمثلوا ما تمثل به موقف الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، أعتقد هو نفسه يقدم دليلاً واضحاً على أن هذه النظرة نظرة مصادرة لجهود كبرى حصلت في زمن الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، خصص مع 313 50 امرأة، وهؤلاء قيادات. لماذا يعني 313 مو مجرد حراس، هؤلاء قيادات الأمة سيكونون، و50 امرأة لماذا يأتي ب50 يعني امرأة؟ شيخنا عذرا، 313 هم قيادات أم هم رؤساء أقاليم حيث سيقسم؟ لا لا، قيادات 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 للجيش، وغالبيتهم شباب أيضا، يعني لن يكونوا من الكبار، إلا قلة منهم سيكونون من كبار السن. لكن الغرض، لماذا يأتي الإمام المنتظر ب50 امرأة بعد طول هذه المدة ليقدم 50 امرأة ستكون نموذجا للمرأة التي يجب أن يكون لها دورها الأساسي؟ ماذا يفعل بهم؟ من أجل الطبخ مثلا؟ طبعا للإسلام نظريته الخاصة بتأمين العفة الاجتماعية، بتأمين الصالح الاجتماعي، له نظرية خاصة في تربية المجتمع، لكن هو لا يسمح باستباحة إنسانية المرأة بحجة العمل.
لا يسمح باستباحة أنثوية المرأة بحجة معايير الجمال وما إلى ذلك. لا دورها، ويريد من دورها أن يكون دورها يتمثل بمثل هذه هؤلاء العظم. وإلا القرآن يأتي يضرب مثلا بآسيا بنت مزاحم بعد هذا التاريخ الطويل، لماذا لا يضرب مثلا بامرأة تتخذ أسوة وقدوة؟ شكرا لكم سماحة الشيخ. إن شاء الله نستمع ويستمع السادة المشاهدون إلى خادم من خدام سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. شكرا لك سماحة الشيخ. كذلك أحبتي شكري وخالص امتناني لكم لحسن الإصغاء وحسن المتابعة. ألتقي وإياكم في حلقة قادمة.